Okay, dear students, let's do our homework and or continue doing our homework. We reached to exercise number 5. وصلنا للتمرين رقم 5. Activity book page 42, exercise 5. إذن كتاب النشاط صفحة 42, exercise 5, تمرين 5. Complete the conversations with the correct verbs in brackets. إذن طبعا هذا التمرين بيشمل النوع الثاني والثالث من الجملة الشرطية. اوكي، اول جملة محلولة if it goes on raining. طبعا محلول هو اول جملة if it goes on raining، يعني اذا تستمر بالمطر، اذا ما استمرت في المطر our house will flood، بيتنا سوف يطفو، سيغرق. اوكي، طبعا الطرف الثاني will والمصدر، معناته الطرف الاول لازم يكون شو هو؟ present simple، ما هيك؟ حاضر بسيط. فالحاضر البسيط من go on شو هو؟ goes on. نتذكر نحن شو شكل الازمنه التنس present simple كيف بيكون؟ نضيف s للفعل اذا كان الفعل هي شيء it. if it goes on raining our house will flood. اوكي، هاي بالنسبه للجمله الاولى. اوكي b، اوكي مين بيحل لنا الجمله الثانيه؟ our house wouldn't flood even it even if it، بيتنا لن يطفو. هون في عندنا would والمصدر، معناتها عباره if شو بتكون؟ if it فراغ rain، لو امطرت، والفعل rain فعل نظامي regular every day for a week. اوكي، يعني بيتنا لن يطفو، لن يغرق حتى لو امطرت لكل يوم لمده اسبوع. Every day for a week. Yes. Okay. شو نحطنا هاي بالفراغ الثاني؟ Yes. ماما. Our house will don't flood even if it rained every day for a week. Excellent. أحسنت. إذا our house will don't flood even if it rained every day for a week. إذا بيتنا يعني لن يكون أو لم يطفو حتى لو أمطرت كل يوم لأسبوع. تمام. إذا طبعا هون هذا النوع الثالث من الجمل الشرطية، تمام؟ النوع الثالث، yes. ننتقل للجملة اللي بعدها. If it is rainy tomorrow. هلا هون if حاضر بسيط، تمام؟ If it is sunny، sorry. If it is sunny tomorrow. إذا كان مشمسا غدا. I not go to work. لن أذهب إلى العمل. شو بقول؟ I not go to work. I فراغ take the day off. يعني طبعا نفس التتمية، يعني I take سأخذ the day off، يعني يوم عطلة. يس بشرة، تفضلي بشرة. If it sunny tomorrow I will not go to work, I will take the day off. ممتاز، أحسنت يا بشرة. Excellent, well done. If it is sunny tomorrow, إذا كان مشمسا غدا I won't go, I will not go. طبعا حاضر بسيط عبارة if مع هذا الطرف الثاني will والمصدر. I won't go يكون النفي بهذا الشكل. Won't go طبعا هذا مختصر، أو ممكن أقول will not go، لن أذهب to work. I will take the day off. Okay, yes. سأخذ يوم عطلة. Okay, جملة B. If your boss، إذا كان يعني your boss هو مدير العمل، find out يعني يكتشف، إذا اكتشف يعني مدير عملك you will lose your job، ستخسر عملك. you will lose عن الطرف الثاني will والمصدر، معناته الطرف الأول شو هو؟ yes سامية. استاذ finds out. very good, excellent، أحسنت. إذا finds out if your boss finds out، إذا حاضر بسيط present simple. اوكي، مثل اول جمله if it goes on، هون finds out. if your boss finds out، اذا يعني اذا مديرك اكتشف you will lose your job، ستخسر عملك. نعم. اوكي، بعده هلا سي. if you be in my situation what would you do. هلا عباره if شو هو؟ نحن بدنا نحذر هلا شو هو عباره if، ماضي ولا حاضر، present ولا past؟ لينظر للطرف الثاني. if you إذا أنت يعني كنت in my situation في حالتي في مكاني what would you do، ماذا
كنت ستعمل. What would you do؟ ماذا ستعمل؟ عنا would والمصدر مع تعبات if شو هو؟ Yes أمامة تفضلي. If you were in my situation what yes. would you do? Excellent ممتاز. And if you were in my situation لو كنت مكاني أو لو كنت في حالتي what would you do ماذا ستعمل؟ طيب البي جواب if I were you إذا كنت مكانك if I were you I فراغ go to work as usual يعني ذهبت إلى العمل as usual كالمعتاد. شو بنحط هلا if ماضي بسيط طرف ثاني شو بده يكون؟ يس شام تفضلي. اوكي شام. I would go. Excellent أحسنتي. I would go to work as usual. I would go to work as usual. إذا لذهبت إلى العمل كالمعتاد. أوكي الحوار دي والأخير. Will you take the job if they فراغ offer it to you? Will you take the job؟ يعني هل ستأخذ العمل if they إذا هم offer it to you عرضوه عليك. شو مول if they offer it to you عبارة if شو بدها تكون؟ طبعا هون الطرف الثاني حاطه بأول الجملة ما بيأثر. أوكي يس بس هون جملة الـ if يس شو الحل هو يس present ولا past رأيكم؟ يس بشرة present simple present simple. إذن شو منقول نحنا if they if they over نفس الشيء offer أحسنتي if they offer it to you if they offer it to you تمام. أوكي الجملة الأخيرة if they إذا هم offer it to me يعني عرضوه علي I فراغ have to take it I need the money يعني لو عرضوه علي I have to أنا سوف أخذه take it يعني have to سيتوجب يعني سوف يتوجب علي أن أخذها I need the money أنا أحتاج المال. أوكي برأيكم شو هون طبعا ممكن يقول هلأ البعض أنه عبارة if والطرف الثاني مطلوب الحل يعني ما عطينا نحن طرف واحد وعم نحل الطرف الثاني مثلا مثل باقي الجمل هون الطرفين مين بيعرف الحل؟ يس يس شام تفضلي. بتصير if they offer لأن السؤال بالحاضر راح يكون الجواب بالحاضر it to me I will have to take it. Very good excellent أحسنتي أحسنتي يا شام. إذا if they offer it to me إذا هم عرضوه علي إذا عرضوا العمل I will have to take it أنا سأتوجب أو سيتوجب علي to take it أن آخذه I need the money أنا أحتاج المال. أوكي طبعا هون الحل هو النوع الثاني من الجمل الشرطية. السبب ليش؟ السبب أنه هو عم يسأل بإيش بالويل والطرف الثاني عبارة إف حاضر بسيط يعني هذا هو النوع الثاني من الجمل الشرطية معناته أنا بدي أجاوب بنفس النوع من الجمل الشرطية